السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بنكمل الجزء اللي بدأه مستر أحمد محمود، اللي هو قصة ظهور الإسلام. فبنتكلم عن الدرس الثاني اللي هي قصة ظهور الإسلام، وهنكمل الجزء الثاني، الوحدة الأولى وحدة أرض وتاريخ شعب. المحور الأول طبعا البيئة الطبيعية، وإحنا بنتكلم عن الدرس بتاعنا هو قصة ظهور الإسلام. طبعا الأستاذ أحمد اتكلم عن الجزء الأول، وإحنا بنكمل بعديه الجزء الثاني. طبعا الأهداف في نهاية الدرس، الطالب يكون قادر على أن يتعرف على نشأة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته، يبقى نتعرف على نشأة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والبعثة بتاعته، نصف ملامح الحياة في الجزيرة العربية قبل الإسلام، والكلام ده طبعا شرحه مستر أحمد، ويميز بين مراحل الدعوة الإسلامية. يبقى إحنا في نهاية الدرس هنميز بين مراحل الدعوة الإسلامية، يعني الدعوة الإسلامية مرت ب4 مراحل، ويوضح الطالب طبعا الصعوبات التي واجهت الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته، ويستنتج بعض الصفات التي تميز بها الرسول صلى الله عليه وسلم في شبه الجزيرة العربية. يبقى إحنا بنتكلم عن قصة ظهور الإسلام الجزء الثاني. لما نيجي نتكلم عن مراحل الدعوة إلى الإسلام، طبعا الدعوة إلى الإسلام مرت ب4 مراحل. المرحلتين الأولى والثانية، يعني المرحلة الأولى والثانية كانوا في مكة المكرمة، والمرحلتين دول قبل الهجرة إلى المدينة، يعني قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى المدينة. ومر طبعا بمرحلتين، مرحلة الدعوة السرية ومرحلة الدعوة الجهرية. فدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة مرت بمرحلتين، مرحلة الدعوة السرية ومرحلة الدعوة الجهرية. المرحلتين الثالثة والرابعة مكانهم كان في المدينة المنورة، في المدينة المنورة، مرحلة بناء الدولة الإسلامية وصد أذى المشركين، دي المرحلة الثالثة. والمرحلة الثالثة زي ما احنا قلنا كانت في المدينة المنورة، اللي هي مرحلة بناء الدولة الإسلامية وصد أذى المشركين. المرحلة الرابعة مرحلة الفتح والدعوة العالمية للإسلام، مرحلة الفتح والدعوة العالمية للإسلام أو عالمية الدعوة، لأن الدعوة في الفترة دي انتشرت خارج حدود شبه الجزيرة العربية. يعني بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم بنى الدولة الإسلامية في المدينة، وابتدى يصد أذى المشركين وقضوا على الفتن اللي حصلت، بدأت الدعوة الإسلامية تمر بمرحلة جديدة خالص، اللي هي مرحلة الفتح والدعوة العالمية للإسلام. الإسلام ابتدى ينتشر خارج حدود شبه الجزيرة العربية. المرحلة الأولى الدعوة السرية، بدأت الدعوة الإسلامية سرا. ليه؟ لما يجيب لي سؤال ويقول لي بما تفسر بدأت الدعوة الإسلامية سرا؟ طبعا المشركين كانوا بيأذوا المسلمين، أو أي حد دخل الإسلام كانوا بيعذبوه. فلما يسألني السؤال ده، بدأت الدعوة الإسلامية سرا بما تفسر لتجنب أذى قريش، تجنب أذى قريش. طبعا الدعوة السرية استمرت 3 سنوات، 3 سنوات. لما يجيب لي في الامتحان سؤال ويقول لي مدة الدعوة السرية كانت كام سنة، أقول له 3 سنوات. وبدأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة أصحابه المقربين منه في مكة، مثل زوجته السيدة خديجة، وابن عمه علي بن أبي طالب، وصديقه أبي بكر الصديق. عدد اللي استجابوا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا المقربين ليه، لأن كانت الدعوة سرية. بدأ بزوجته السيدة خديجة، وابن عمه علي بن أبي طالب، وصديقه أبي بكر الصديق. الدعوة السرية بدأت سرا لتجنب أذى قريش، مدتها طبعا 3 سنوات. وبدأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة أصحابه والمقربين منه في مكة، مثل زوجته السيدة خديجة التي وقفت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، وابن عمه أبو طالب علي بن ابن عمه علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب كان صغير السن، كان عنده 10 سنوات، وصديقه أبي بكر الصديق. طبعا أبو بكر الصديق سموه الصديق لأن هو كان بيصدق صدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم
أو يصدق على أي كلام يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان كده أطلقوا عليه أبي بكر الصديق. المرحلة الثانية اللي هي الدعوة الجهرية، الدعوة الجهرية سببها أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن دعوته بين الناس، فدعا إلى عبادة الله الواحد وترك عبادة الأصنام. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة الإسلامية، فطبعا بعد ما كانت الدعوة سرية أصبحت دعوة جهرية، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا محمد بالجهر بالدعوة. فدي المرحلة الثانية، يبقى إحنا عندنا المرحلة الأولى اللي هي الدعوة السرية، وطبعا الدعوة السرية كانت مدتها 3 سنوات، وبدأت الدعوة السرية الإسلامية سرا لتجنب أذى قريش للمسلمين. مدتها استمرت 3 سنوات. بدأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة أصحابه والمقربين منه في مكة، مثل زوجته السيدة خديجة. طبعا السيدة خديجة أول امرأة آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم، وابن عمه علي بن أبي طالب وصديقه أبو بكر الصديق. المرحلة الثانية الدعوة الجهرية. طبعا أمر ربنا سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يصدع بالدعوة ويعلن الدعوة الإسلامية بين الناس، فدعا إلى عبادة الله الواحد وترك عبادة الأصنام. واحنا بنتكلم عن دعوتين، المرحلة الأولى الدعوة السرية، والمرحلة الثانية الدعوة الجهرية. وزي ما احنا قلنا إن المرحلتين دول كانوا في مكة المكرمة. طبعا موقف قريش، قريش لما الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ في الدعوة الجهرية، ابتدت طبعا قريش تأذي المسلمين، وحاربت قريش دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. يجي سؤال ويقول لي بما تفسر؟ طبعا حاربت قريش دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم خوفا على مكانتها بين القبائل. فقريش طبعا لها مكانة كبيرة بين القبائل، والرسول صلى الله عليه وسلم جه ومنع عبادة الأصنام، تمام، ودي كانت حاجة مميزة للقبائل العربية أو لقريش، تمام. فقريش قامت ب3 حاجات. أول حاجة إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ابتدت طبعا تعذب اللي اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين زي بلال بن رباح وصهيب الرومي وعدد كبير من المسلمين اللي اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر. يبقى إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين. رقم 2، لجأت إلى التفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه المال. يعني لو أنت عاوز مال صلى الله عليه وسلم نديك المال، لو أنت عاوز تبقى ملك علينا اللي هو السلطة مقابل ترك هذا الدين. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم رفض كل هذه الأمور. رقم 3، قاموا بمقاطعة وحصار المسلمين. قريش قاطعت المسلمين وحاصرتهم بسبب جهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة الإسلامية. يبقى موقف قريش، لما يجي سؤال في الامتحان ويقول لي تكلم عن موقف قريش من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الدعوة الإسلامية، طبعا قريش حاربت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وحاربت الدعوة الإسلامية وحاربت المسلمين خوفا على مكانتها بين القبائل، فقاموا بإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين. رقم 2، لجأت إلى التفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه المال والسلطة مقابل ترك هذا الدين. قاموا بمقاطعة وحصار المسلمين. يبقى احنا عندنا 3 حاجات اتبعتهم قريش في التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم: إيذاء الرسول والمسلمين، التفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه المال والسلطة مقابل ترك هذا الدين. قاموا بمقاطعة وحصار المسلمين. ده بالنسبة لموقف قريش، موقف قريش. بعدين بنتكلم عن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم واجه قريش بالأساليب السلمية والحكمة. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم واجه قريش بالأساليب السلمية والحكمة؟ يعني عاوزين دليل على الكلام ده. الرسول صث الله عليه وسلم حث المسلمين على الصبر والتحمل، وأمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعدي على المسلمين اللي كانوا بيعذبوا ويقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحث المسلمين على الصبر، إن هم يصبروا، لأن الدين أو وتبليغ الدين للناس ثمنه عظيم.
وتحمل وأمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. طبعا لما اشتد إيذاء المشركين للمسلمين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. الهجرة إلى الحبشة أول هجرة في الإسلام. لما يجي في السؤال أو في الامتحان يقول لي أول هجرة في الإسلام، أقول له الهجرة إلى الحبشة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة بما تفسر. لما يكون في سؤال كده يجي لك في الامتحان أو في التدريبات يقول لك بما تفسر، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، أقول له إيه؟ لأن فيها ملك عادل يلقب بالنجاشي لا يظلم عنده أحد. يبقى الملك الحبشة كان ملك عادل لا يظلم عنده أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالهجرة إلى إيه؟ إلى الحبشة. يبقى أول هجرة في الإسلام هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. رقم اثنين، نشر الدعوة بين القبائل العربية. نشر الدعوة بين القبائل العربية. يبقى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. تاني حاجة، نشر الدعوة بين القبائل العربية. الرسول صلى الله عليه وسلم لجأ إلى نشر دعوته بين القبائل التي تفد إلى مكة في موسم الحج. ما النتائج اللي ترتبط على كده؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعرض نفسه على القبائل اللي بتيجي في موسم الحج. طبعا استجابت له وفود من أهل يثرب اللي هم المدينة، يبقى أهل يثرب اللي هي إيه؟ المدينة. فدخلوا في الإسلام. فكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة بما تفسر. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم فكر في الهجرة إلى المدينة؟ بسبب تزايد أذى قريش للمسلمين. طبعا قريش كانت بتأذي المسلمين واشتد التعذيب للمسلمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم لجأ إلى الهجرة إلى إيه؟ إلى المدينة المنورة اللي هي إيه؟ اللي هي يثرب. طبعا بعد ما كانت الوفود ابتدت تزيد اللي جايين من مكة اللي جايين من المدينة في موسم الحج، فأول سنة كان عددهم حوالي 13، وتاني سنة وصلوا لحوالي 72 رجل وامرأتين. بعد كده لما زاد عدد المسلمين في المدينة المنورة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالهجرة إلى إيه؟ إلى المدينة المنورة. عشان تبدأ بعد كده مرحلة جديدة من مراحل الدعوة الإسلامية. يبقى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول واجه قريش بالأساليب السلمية والحكمة. الرسول حث أصحابه وحث المسلمين على الصبر والتحمل، وأمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ليه أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة؟ لأن فيها ملك عادل يلقب بالنجاشي. كان الملك ملك الحبشة كان ملك عادل. نشر الدعوة بين القبائل العربية. لجأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نشر دعوته بين القبائل التي تفد إلى مكة في موسم الحج. إيه النتائج ترتبت على كده؟ ترتبت على كده استجابت له وفود من أهل يثرب اللي هم المدينة، ودخلوا في الإسلام. وفكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة بعد ما تزايد أذى المشركين للمسلمين وأذى قريش للمسلمين. بعد كده هنتكلم عن المحور الأول، البيئة الطبيعية. أنا عملنا فيديو وايت بورد يوضح أكتر لمراحل ظهور أو الدعوة الإسلامية أو مراحل الدعوة الإسلامية. المحور الأول طبعا البيئة الطبيعية، الوحدة الأولى وحدة أرض وتاريخ شعب. الدرس الثاني قصة ظهور الإسلام. طبعا بنتكلم عن الجزء الثاني، لأن زميلنا الأستاذ أحمد اتكلم عن الجزء الأول. طيب، مراحل الدعوة إلى الإسلام. مراحل الدعوة إلى الإسلام. مرت الدعوة إلى الإسلام بأربع مراحل. فمرت الدعوة إلى الإسلام بكم مرحلة؟ بأربع مراحل. طبعا عارفين المرحلتين الأولى والثانية. المرحلتين الأولى والثانية كانوا مكانهم فين؟ مين يقول مكانهم فين؟ في مكة المكرمة. شاطرين، يبقى مكانهم في مكة المكرمة. والدعوتين دول أقول لك كانت كلتا الدعوتين المرحلتين قبل الهجرة إلى المدينة المنورة. يبقى لما يسألك مكانهم كان فين، المرحلة الأولى والثانية مكة المكرمة. يبقى أول مرحلة مرحلة الدعوة السرية. مرحلة الدعوة السرية. رقم اثنين، مرحلة
الدعوه الجهريه. فاحنا عندنا دعوه سريه ودعوه جهريه، ودي مكانهم كان في مكه المكرمه. المرحلتين الثالثه والرابعه، الثالثه والرابعه. طيب الثالثه والرابعه المكان كان فين؟ في المدينه المنوره. يبقى الاولى والثانيه مكه المكرمه، الثالثه والرابعه المدينه المنوره. المرحله الثالثه كان اسمها ايه؟ مرحله بناء الدوله الاسلاميه وصد اذى المشركين، دي المرحله الثالثه. اما المرحله الرابعه كان اسمها ايه؟ مرحله الفتح والدعوه العالميه للاسلام شاطرين. طيب المرحله الاولى اللي هي الدعوه السريه، طبعا اتكلمنا عن الدعوه السريه وان بدات الدعوه الاسلاميه سرا بما تفسر، ليه؟ لتجنب اذى قريش، تجنب اذى قريش. تمام؟ ممتازين. يبقى بدأت الدعوه الاسلاميه سرا بما تفسر لتجنب اذى قريش. طبعا مدتها قد ايه؟ 3 سنوات. مدتها قد ايه؟ 3 سنوات. بدأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوه اصحابه والمقربين منه، زي مين؟ زوجته السيده خديجه. تمام؟ وابن عمه علي بن ابي طالب وصديقه ابي بكر الصديق، ابي بكر الصديق. تمام؟ طيب بعدين موقف قريش، تمام؟ يعني نتكلم عن موقف قريش وبعدين موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا قريش مش هيسيب الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو كده وخلاص. فحاربت قريش دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم، ليه؟ خوفا على مكانتها بين القبائل. هما خافوا ان المكانه بتاعتهم تهتز بين القبائل. تمام كده؟ عملوا كام حاجه؟ يعني قريش قامت بكام حاجه؟ قامت ب3 حاجات. اول حاجه إذا الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين. مين يقول لي تاني حاجه؟ لجأت، ايوه، الى التفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه المال السلطة مقابل ايه؟ مقابل ترك هذا الدين. رقم 2. رقم 3، قاموا بمقاطعة وحصار المسلمين. يبقى ده موقف قريش. تمام؟ طيب نروح لموقف الرسول صلى الله عليه وسلم. موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، واجه الرسول صلى الله عليه وسلم قريشا بالاساليب السلمية والحكمة. ايه الدليل على كده؟ حيث حث الرسول المسلمين على الصبر والتحمل وامر اصحابه بالهجره الى الحبشه. طيب الهجره الى الحبشه، تعال شوف كده على خريطه الهجره الى الحبشه. طبعا المكان ده مكه، المسلمين هاجروا من مكه الى الحبشه لان اباها ملك عاد لا يظلم عنده احد. ده بالنسبه لي، ولجأ الرسول طبعا نشر دعوته بين القبائل في موسم ايه؟ في موسم الحج. الهجرة للحبشة، الهجرة للحبشة زي ما احنا قلنا تعد أول هجرة في الإسلام. إن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. ليه؟ يقول لي بما تفسر. أيوة، عاوزين حد شاطر كده يقول لي بما تفسر. لأن فيها ملك عادل يلقب بالنجاشي، لأن بها ملك عادل يلقب بالنجاشي. بعدين نشر الدعوة بين القبائل، نشر الدعوة بين إيه؟ القبائل العربية. إزاي انتشرت الدعوة بين القبائل العربية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لجأ إلى نشر دعوته بين القبائل التي تفد إلى مكة في موسم الحج. إيه النتائج ترتبت على كده؟ طبعًا استجابت له وفود من أهل يثرب اللي هي المدينة ودخلوا في الإسلام. وفكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة بما تفسر، ليه؟ بسبب تزايد أذى قريش. تزايد أذى قريش. طيب نروح للتدريبات. اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقوال. اشتد أذى المشركين للرسول فور إعلانه للمرحلة إيه؟ المرحلة الثانية. تمام؟ أمر الرسول أصحابه للهجرة أول مرة إلى إيه؟ إلى الحبشة. استمرت الدعوة السرية كام سنة؟ زي ما إحنا شرحنا في الدرس، 3 سنوات. 3 سنوات. مرحلة بناء الدولة وصد أذى المشركين هي المرحلة إيه؟ المرحلة الثالثة من الدعوة الإسلامية. أي المراحل الآتية كانت في مكة؟ الأولى
ولا التانية ولا التالتة ولا الأولى والتانية معا؟ يبقى الأولى والتانية معا كانوا فين؟ كانوا في مكة. قاطع أهل قريش المسلمين بسبب إيه؟ هدمهم للأصنام ولا اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم ولا رفضهم للتجارة معهم ولا عملهم بالرعي؟ يبقى اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم. فقاطع أهل قريش المسلمين بسبب إيه؟ بسبب اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم. هنا بما تفسر هجرة النبي وأصحابه إلى الحبشة، هجرة النبي أو هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة لأن فيها ملك عادل يلقب بالنجاشي. رفضت قريش الدعوة الإسلامية خوفا على مكانتها بين القبائل. يبقى هجرة النبي وأصحابه إلى الحبشة هنقول بسبب إيه؟ إنها فيها ملك عادل يلقب بالنجاشي. طب رفضت قريش الدعوة الإسلامية خوفا على مكانتها بين القبائل. ده أسئلة بما تفسر. يبقى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة لأن فيها ملك عادل يلقب بالنجاشي. طيب رفضت قريش الدعوة الإسلامية خوفا على مكانتها بين القبائل. وقريش كانت خايفة على مكانتها بين القبائل. طيب هو لما يجي سؤال في الجزئية دي ويقول لي ما النتائج المترتبة على خوفا على مكانة قريش بين القبائل، عملت إيه؟ رفضت الدعوة الإسلامية، رفضت الدعوة الإسلامية. طيب اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. كانت مكة تقوم برحلة واحدة في الشتاء إلى اليمن. وكانت مكة تقوم برحلة واحدة. كانت مكة تقوم برحلة واحدة في الشتاء إلى اليمن. صح ولا خطأ؟ الإجابة إيه؟ الإجابة خطأ. لأن مكة كانت بتقوم برحلتين، رحلة الشتاء ورحلة إيه؟ رحلة الصيف. لو أنا قلت حاجة كده إن الشين ما ينفعش تيجي مع الشين، يعني الشتاء ما ينفعش تيجي مع الشام، الشتاء ما ينفعش تيجي مع الشام، يبقى الشين بتاعت الشتاء ما ينفعش تيجي مع الشين بتاعت الشام. إذا رحلة الشتاء إلى إيه؟ رحلة الشتاء إلى اليمن. ماشي؟ خلاص؟ يبقى لما يقول لي كانت مكة تقوم برحلة واحدة في الشتاء إلى اليمن، لا ده في رحلتين، رحلة الصيف تمام إلى الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن، يبقى الإجابة خطأ. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الحزن. الإجابة خطأ. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في عام اسمه عام الفيل. لما إبراهيم الحبشي أراد هدم الكعبة وأخذ جيش معاه، كان على رأسهم مجموعة من الفيلة لهدم إيه؟ لهدم الكعبة، عشان كده سموه عام الفيل. يبقى العام اللي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه عام إيه؟ عام الفيل. يبقى الإجابة صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، تمام؟ لكن عام الحزن ده اللي ماتت فيه السيدة خديجة رضي الله، السيدة خديجة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه أبو طالب، عشان كده سموا العام ده بعام الحزن، تمام؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في عام اسمه عام الفيل، عام الفيل. عرف الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا منذ صغره عرف بالصدق والأمانة. يبقى الإجابة صحيحة ولا خاطئة؟ الإجابة صواب. الإجابة إيه؟ صواب. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما. ليه ولد يتيما؟ لأنه والد الرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو في بطن أمه، تمام؟ فولد يتيما. هيبقى الإجابة إيه؟ إجابة صواب. الشجاعة والكرم من صفات العرب الحسنة. الشجاعة والكرم من صفات العرب الحسنة. إجابة صح، لأن طبعا العرب كان عندهم صفات حسنة وصفات سيئة. من ضمن الصفات الحسنة الشجاعة والكرم، تمام؟ ومن ضمن الصفات السيئة طبعا وأد البنات وشرب الخمر ولعب الميسر. كل الصفات دي كانت صفات إيه؟ صفات سيئة. والشجاعة والكرم من الصفات العرب الحسنة. الإجابة صح ولا خطأ؟ صواب ولا خطأ؟ هنقول الإجابة إيه؟ صواب.
نزل جبريل عليه السلام برسالة الإسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في سن الأربعين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده كم سنة لما سيدنا جبريل عليه السلام نزل بدعوة الإسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان عنده 40 سنة. طيب هنشوف صح ولا غلط الإجابة. أيوه أنا سامع الإجابة صح ولا خطأ؟ الإجابة صواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده 40 سنة لما نزلت عليه الرسالة، أو نزل جبريل عليه السلام برسالة الإسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. رقم 7، رحبت قريش بالدعوة إلى الإسلام. طيب من ضمن الشرح اللي إحنا شرحناه، هل قريش رحبت بالدعوة للإسلام ولا حاربت دعوة الإسلام؟ حاربت دعوة الإسلام وصدت الدعوة الإسلامية بشتى الطرق. رحبت قريش طبعا، لم ترحب قريش بدعوة الإسلام، ولكن حاربت الإسلام وحاربت المسلمين وآذت المسلمين. يبقى الإجابة إيه؟ الإجابة خطأ. يبقى رحبت قريش بالدعوة إلى الإسلام، الإجابة خاطئة. تمام؟ هجرة المسلمين الأولى كانت إلى يثرب. طيب إحنا قلنا قبل كده إن هجرة المسلمين كانت إلى كانت إلى إيه؟ كانت إلى الحبشة. يبقى هجرة المسلمين الأولى كانت إلى الحبشة. لما اشتد إيذاء قريش للمسلمين، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. يبقى الإجابة إيه؟ الإجابة خطأ. تمام؟ عند الجهر بالدعوة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل بالدعوة من الدعوة السرية إلى الدعوة الجهرية، قامت قريش بحصاره ومقاطعة المسلمين. الإجابة صح ولا خطأ؟ الإجابة صح. لما الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالجهر بالدعوة، قريش حاصرت وقاطعت المسلمين وابتدت تعذب المسلمين. يبقى إحنا عندنا كانت مكة تقوم برحلة واحدة في الشتاء إلى اليمن، دي الإجابة خطأ. ليه؟ لأن إحنا عندنا رحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. ورحلة الشتاء إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى الشام. يبقى ما ينفعش الشين تيجي مع الشين، يعني ما ينفعش الشتاء تيجي مع الشام. الشتاء رحلة الشتاء إلى اليمن، إلى إيه؟ اليمن. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الحزن. الإجابة صح ولا خطأ؟ ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الحزن. الحزن، الإجابة خطأ. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في عام اسمه عام الفيل. وقلنا ليه عام الفيل؟ لأن إبراهيم الحبشي، إبراهيم أراد أن يهدم الكعبة، لأن هو كان طبعا كان بني كنيسة موجودة في اليمن. فطبعا المسلمين ما كانوش بيروحوا يزوروا الكنيسة بتاعته، عشان كده أراد هدم الكعبة عشان يصرف المسلمين عن زيارة بيت الله الحرام، ويروحوا يزوروا الإيه؟ يروحوا يزوروا الكنيسة اللي هو بناها فين؟ اللي بناها في اليمن. عرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة، الإجابة صواب. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما، الإجابة صحيحة. تمام؟ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم، او عرفنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يتيما؟ لان والده عبد الله مات وتوفي وهو راجع من ايه؟ من رحله الشام او رحله التجاره. الشجاعه والكرم من الصفات العرب الحسنه. الاجابه صح ولا غلط؟ الاجابه صح، لان العرب قلنا عندهم صفات حسنه وصفات سيئه. نزل جبريل عليه السلام برساله الاسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في سن الأربعين. طبعا الإجابة صواب، لأن نزل سيدنا جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالة الإسلام وهو عنده 40 سنة، كان سنه 40 سنة. رحبت قريش بالدعوة للإسلام، الإجابة صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، لأن قريش طبعا خافت على مكانتها بين القبائل، عشان كده حاربت الدعوة الإسلامية. هجرة المسلمين الأولى كانت إلى يثرب، الإجابة صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، لأن هجرة المسلمين الأولى كانت فين؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالهجرة إلى إيه؟ أيوه، إلى الحبشة. تمام؟ عند الجهر بالدعوة، قامت قريش بالحصار ومقاطعة المسلمين. لما الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة، لأن بعد الدعوة السرية بدأت الدعوة الجهرية، الإجابة صواب. يبقى عند الجهر بالدعوة، قامت قريش بالحصار ومقاطعة المسلمين، الإجابة طوال. طيب صوب ما تحته خط. كانت رحلة قريش شتاء إلى الشام.
من احنا سألنا السؤال ده قبل كده، كانت رحلة قريش شتاء إلى الشام، كانت شتاء إلى إيه؟ إلى اليمن، تمام؟ يبقى كانت رحلة قريش شتاء إلى الشام. احنا قلنا الشين ما تجيش مع الشين زي ما احنا شايفين اهو، الشين ما تجيش مع الشين دي، يبقى الشتاء ما تجيش مع الشام. يبقى رحلة قريش إلى الشام كانت فين؟ كانت فين؟ في الصيف، تمام؟ كانت في الصيف، ما ينفعش أروح أنا الأماكن الحارة في الجنوب في فصل الصيف، ولكن بروح إيه؟ بروح الرحلة بتاعت الشام في الصيف. يبقى كده كانت رحلة قريش شتاء إلى الشام، لا غلط، إلى اليمن، تمام؟ الأخذ بالثأر من العادات الحسنة عند العرب قبل الإسلام. الأخذ بالثأر دي كانت من عادات العرب السيئة، تمام؟ قبل الإسلام. يبقى الأخذ بالثأر من العادات السيئة عند العرب قبل الإسلام، تمام. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى يثرب، لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، اللي هو النجاشي، تمام. يبقى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى إيه؟ إلى الحبشة. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. لو أنا عملت السؤال ده بما تفسر لأن بها ملكا عادل لا يظلم عنده أحد، اللي هو إيه؟ النجاشي، تمام. استجاب لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وفود من ثقيف. استجاب لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وفود من ثقيف، من يثرب. واستجابت لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وفود من يثرب. كانت أول مرحلتين للدعوة إلى الإسلام في يثرب. أول مرحلتين للدعوة إلى الإسلام في يثرب. طبعا الأول مرحلتين كانوا في مكة المكرمة، لكن المرحلة الثالثة والرابعة كانت فين؟ كانت في المدينة المنورة. يبقى كانت أول مرحلتين للدعوة إلى الإسلام في مكة المكرمة وليست يثرب، ولكن يثرب اللي هي المدينة المنورة، اللي هي بدأت الدعوة إلى الإسلام في المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة. يبقى كانت رحلة قريش شتاء إلى الشام، إلى اليمن. الأخذ بالثأر من العادات السيئة عند العرب قبل الإسلام. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. ليه؟ لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. استجاب لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وفود من يثرب، من ثقيف، من يثرب اللي هي المدينة المنورة. كانت أول مرحلتين للدعوة إلى الإسلام في يثرب اللي هي فين؟ في مكة. يبقى أول مرحلتين كانوا فين؟ في مكة. طيب أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. أشهر قبائل العرب قبل الإسلام قبيلة إيه؟ مين يقول؟ قبيلة إيه؟ قبيلة قريش. يبقى أشهر القبائل العربية قبل الإسلام قبيلة قريش. قام أهل مكة برحلة الصيف إلى إيه؟ إحنا قلنا الشين ما تجيش مع الشين. يبقى رحلة الصيف إلى إيه؟ إلى الشام. قام أهل مكة برحلة الصيف إلى الشام. نظام الحكم السائد في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام كان النظام إيه؟ إحنا عارفين إن في شبه الجزيرة العربية نظام سياسي، شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام كان نظام اسمه النظام القبلي، كان النظام إيه؟ القبلي، نظام الحكم. ليه؟ لأن كل قبيلة كان لها شيخ يحكمها، لأن شبه الجزيرة العربية كانت عبارة عن قبائل متفرقة، لكل قبيلة شيخ يحكمها. يبقى النظام ده اسمه نظام ايه؟ النظام القبلي. يبقى في نظام مثلا نظام القبيلة زي عندنا دلوقتي في بعض الدول، فنظام جمهوري، فنظام برلماني، فنظام ملكي، وفي نظام ايه؟ نظام قبلي، ان القبائل دي هي اللي بيحكمها شيخ قبيلة. عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عمه بحرفة الرعي. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عمه عمل بحرفة الرعي. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حبش إن هو يكون عبء على عمه ويحمل عمه أكتر من طاقته، لأن هو كان ليه عدد أولاد كتير عمه. طبعا فالرسول صلى الله عليه وسلم عمل بحرفة الرعي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء بداية نزول الوحي متزوجا من السيدة إيه؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حوالي 25 سنة
والسيدة خديجة كان عندها حوالي 40 سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها، لأن هو طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل بالتجارة بتاعة السيدة خديجة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء بداية نزول الوحي متزوجا من مين؟ من السيدة خديجة بنت خويلد. تمام؟ نزل جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء. ونزل جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء. يبقى هنا كده أشهر القبائل العربية قبيلة إيه؟ قريش. أهل مكة كان عندهم رحلتين، رحلة الشتاء إلى إيه؟ إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى الشام. يبقى رحلة الصيف إلى إيه؟ الشام. طب رحلة الشتاء إلى اليمن. نظام الحكم السائد في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام كان نظام إيه؟ القبلي. إيه؟ إحنا قلنا قبل كده لما يقول لي بما تفسر، كان النظام السائد في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام كان النظام القبلي. ليه؟ لأن كل قبيلة لها شيخ يحكمها، يعني كل قبيلة كانت قبائل متفرقة، شبه الجزيرة العربية عبارة عن قبائل متفرقة، لكل قبيلة شيخ بيحكمها، عشان كده سموا النظام نظام الحكم السائد في شبه الجزيرة العربية اللي هو نظام القبلي، يعني ما كانش فيه نظام إيه؟ ولا جمهوري، ولا نظام ملكي، ولا نظام برلماني. عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيت عمه بحرفة الرعي، كان يقدر إيه؟ ما يكونش عبء على عمه ويساعد عمه في متطلبات الحياة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء بداية نزول الوحي متزوجا من السيدة إيه؟ السيدة خديجة بنت خويلد، اللي هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا أنجب منها ولدين وأربع بنات. نزل جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء. يبقى اسم الغار اللي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة، أو نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمه غار حراء. ده بالنسبة لما يقول لي أكمل بما الكلمات بما يناسبها. كان معكم مستر مصطفى علي، معلم أول دراسات اجتماعية.